أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: سمعنا من يقول إن قضية الخلافة والتي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والرافضة ليست من مسائل العقيدة بل هي من القضايا التاريخية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا تضليل والعياذ بالله، هذا تضليل للناس، وليست قضية تاريخية، قضية اعتقادية. نعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لإجماع الصحابة على ذلك، ولأهلية أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلافه في كونه قدمه في الصلاة على غيره لما مرض، وقال: لو كنت متخذا في مرضه، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. كذلك خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم كلها حق خلفاء راشدين، وهذا من اعتقاد أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه يشكك فيها ويقول هذه قضية تاريخية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.